صور غرف النوم في البيت الأبيض عندي. تهديد جديد من زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان، بعد أن أطلق قمرا صناعيا جديدا يراقب كل شيء في الدول الثلاث. ماذا حدث في كوريا الشمالية؟ يبدو أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وجه إنذاراً شديداً اللهجة إلى قيادات البيت الأبيض بعد أيام قليلة من إطلاقه قمراً صناعياً عسكري له القدرة على التصوير بدقة عالية من الفضاء. وأكدت وكالة الأنباء المركزية كوريا الشمالية الرسمية أن كيم جونغ أون تلقى صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وبعض القطع العسكرية الهامة للولايات المتحدة الأمريكية وحملت الطائرات الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية بولاية فيرجينيا، علاوة على صور لقاعدة بحرية أمريكية شهيرة بير هاربر وقاعدة هيكام الجوية. كما عاين الزعيم الكوري صورا للعاصمة سول ومدن أخرى حيث توجد القواعد العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية، لتكون تلك الخطوة التصعيدية هي آخر خطوة بيونغ يانغ في التوجه نحو مواجهة عالمية ثالثة. فهل تضع كوريا الشمالية العالم على الحافة؟